المعارض الروسي أليكسي نافالني يتعرض إلى الاعتقال بمعية أكثر من 100 آخرين من مرافقه خلال مظاهرة غير مرخص لها، دعا إليها أنصاره تمديدا بالفساد المتفشي من وجهة نظره ضمن النخب الحاكمة في روسيا. نافالني الذي ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في روسيا عام 2018 دعا إلى هذه الاحتجاجات بعد نشره خلال الشهر الجاري تسجيل فيديو على الانترنت يتهم فيه رئيس الحكومة الروسية ديمتري ميدفيديف بالتربع على رأس شبكة مصالح عقارية هامة في البلاد بواسطة منظمات غير حكومية، والذي طالب المحتجون باستقالته. المظاهرات الاحتجاجية ضد الفساد التي دعا إليها المعارض الروسي شملت عدة جهات من روسيا بما فيها العاصمة موسكو، حيث اعتقل أليكسي نافالني في ساحة مايكوفسكايا، والذي غفد قائلا لأنصاره: أنا على ما يرام ولا حاجة للقتال من أجلي، داعيا إياهم إلى مواصلة الاحتجاج. المعارض الروسي يفترض أنه سيحاكم بتهمة الدعوة إلى مظاهرة غير مرخص لها أخلت بالأمن العام.